طيب نتابع زملاء أفكار جلستنا لهذا اليوم. راح ناخذ فكرة جديدة وهي التعبئة التلقائية. شو معنات التعبئة التلقائية؟ شوفوا زملاء، لو أتينا إلى هاي الورقة، ورقة إكسل فاضية. طيب شو معنات التعبئة التلقائية؟ تخيل أنك عم تدخل مجموعة من البيانات ومطلوب منك على سبيل المثال تدخل الأرقام 1، 2، 3 إلى آخره. طيب زملاء، عندي أداة رائعة وسريعة ومميزة وهي التعبئة التلقائية. أول خطوة راح تحدد على مجموعة البيانات اللي عندك اللي هي بدك إياها على سبيل المثال على شكل سلسلة، وتأتي بهالمربع المحدد إلى الزاوية اليسرى السفلية، طبعا لما يكون عنده نظام عربي. مجرد ما يصير إشارة الماوس بالزائد الأسود تنقر وتسحب، فيصير عندك سحب مع تعبئة. ولو تلاحظ بأسفل هالسلسلة اللي تحددت عندك وانشئت عندك بشكل تلقائي بمجرد السحب وتعبئة، يظهر عندك شيء بأسفل الصندوق المحدد، خيار صغير أو سهم صغير مكتوب بشكل شفاف خيارات التعبئة التلقائية. لو حددته وضغطت عليه تطلع عندك عدة خيارات، إحداها نسخ خلايا، وهي محدد بشكل افتراضي تعبئة السلسلة، فلذلك تعبأ عندي لما كتبت 1، 2، 3 وسحبت كمل عندي بشكل تلقائي 4، 5، 6 إلى آخره، إلى المقدار اللي وقفت عنده. طيب لو اخترت له نسخ راح يختار لي فقط 1، 2، 3 بعدين 1، 2، 3 1، 2، 3 إلى آخره، لأنه أنا كتبت له 1، 2، 3 وطلبت منه يعطيني نسخ أو نسخ من هالسلسلة اللي أنا كتبتها. طيب بإمكانك تعطي تعبئة التنسيقات فقط، أو تعبئة بدون تنسيق، أو تعبئة سريعة. فغالبا نستخدم نسخ خلايا أو تعبئة سلسلة. طلعت عندي سلسلة معينة من الأرقام. طيب هذه ما يخص الأرقام. على سبيل المثال لو بدي سلسلة أشهر، لو كتبت على سبيل المثال كانون الثاني، طيب زملاء كتبت كانون الثاني وهو الشهر الأول في السنة الميلادية، لو وقفت على الزاوية اليسرى السفلى للخلية مجرد ما يطلع عندك الماوس بالزائد الأسود تنقر وتسحب، فراح يصير عندك تعبئة مباشرة، تعبئة من السلسلة. ليش؟ لأنه الإكسل يفهم أنه بما أنك كتبت كانون الثاني فتلقائيا راح يفهم منك أنه اللي بعده لازم يكون هو الشهر الثاني، لأنه أنت حطيت شهر معين من أشهر السنة، فمجرد أنك تطلب منه المتابعة راح يشوف الشهر اللي بعده وهو إشباط آذار إلى آخره، فراح يكمل لك السلسلة بشكل تلقائي. طيب على سبيل المثال لو بدي سلسلة من الأرقام اللي الخطوة فيها واحد، طيب على سبيل المثال لو كتبت 1، 3 وجيت حددت هالخليتين اللي فيها 1 و3 وضغطت وسحبت من أجل السحب مع التعبئة، شوف إيش ضاف لك وإيش عبى لك السلسلة، فكتب لك 1، 3، 5، 7. ليش؟ لأنه الإكسل حسب الفارق ما بين الخلية الثانية والخلية الأولى، فشاف إنه هاي أرقام فردية الفارق فيها 2، فكمل لك السلسلة على هالأساس، فدائما ترك فارق 2، 2 وهكذا. لو حطيت أرقام زوجية على سبيل المثال 0، 2 فهو راح يفهم لحاله أنه الفارق 2 وبداية من الصفر فأرقام زوجية، فتحط لك سلسلة من الأرقام الزوجية. هاي زملاء فيما يخص التعبئة أو السحب مع التعبئة، هي نفس الخيارات اللي طلعت عندي من شوي، هي موجودة ضمن الصفحة الرئيسية في مجموعة أدوات تحرير وهي التعبئة. وهاي السلسلة على سبيل المثال لو حطيت 1 وسحبت هو بشكل افتراضي عمل لك نسخ، طبعا كما قلنا بإمكانك إما تأتي إلى الأداة اللي تظهر عندك أسفل المحدد أسفل السلسلة تضغط على السهم حط لك بشكل تلقائي نسخ، إذا أعطيته سلسلة أعطاك سلسلة، إذا رجعته عن النسخ كما كان بشكل افتراضي ورحت على التعبئة الموجودة في شريط الأدوات
وأعطيته سلسلة راح يعطيك نافذة جديدة بعنوان سلسلة، يطلب منك هل ترى بدك على صفوف أو أعمدة، وإذا كان خطي ولا متزايد ولا تاريخ، ويا هل ترى قيمة الخطوة الواحدة هل هي بدك واحد ولا اثنين. من هون بإمكانك طبعا تتغير وتتحكم بالفارق أو الخطوة في كل سطر وفي كل خطوة يخطوها الإكسل في هاي السلسلة. لما تعطيه موافق راح يعطيك سلسلة. هاي فيما يخص التعبئة. طيب زملاء، الفكرة الثانية وهي التنسيق الشرطي. شو معنات التنسيق الشرطي؟ تخيل لو أنه عندك هاي مجموعة من البيانات، هي بيانات خاصة فيك. على سبيل المثال أنت عندك معهد دورات، وأقمت أنت مجموعة من الدورات لعدة مواد وفي أكثر من شهر. طيب أنا حطيت هاي الأرقام تمثل لي على سبيل المثال الإيرادات، الإيرادات لكل دورة وفي كل شهر. طيب يا هل ترى لو سألنا سؤال، شو أكبر قيمة عندك؟ أو حدد لي قيم معينة. على سبيل المثال كل دورة أعطتك فوق $500، على سبيل المثال لو كانت هاي القيم عبارة عن إيرادات بالدولار، هاي $500، هاي $550، هاي $840 إلى آخره. طيب أنا بدي تحدد لي وتعلم لي كل دورة أو كل مادة أعطتك على سبيل المثال فوق $500 أو فوق $550، يا هل ترى شلون بدي أحدده؟ أول خطوة نحدد مجموعة هالبيانات هاي مشان نستخدم التنسيق الشرطي. بعدين نروح ضمن تبويب الصفحة الرئيسية ضمن مجموعة الأدوات أنماط، في عندي شيء اسمه التنسيق الشرطي، أول خيار فيه هو قواعد تمييز الخلايا. شو معنى الكلام؟ يعني تميز لك الخلايا وفقا للي بدك إياه. يا هل ترى بدك أكبر من، أو كل خلية تحوي قيمة أكبر من قيمة معطاة، على سبيل المثال بدي كل شيء فوق $550. لاحظوا معي مباشرة حدد لك وعلم لك لون الخلية بلون معين بما يتناسب مع الشرط اللي حطيته له إياه. هو بشكل افتراضي حاطل لك مع تعبئة باللون الأحمر الفاتح. طبعا عندك مجموعة من الألوان بالأصفر بالأخضر بالأحمر اللي بدك إياه، بشكل افتراضي موجود بالأحمر الفاتح، راح أتركه باللون الأحمر الفاتح. شوفوا زملاء، أنا طلبت منه كل خلية تحوي قيمة أكبر من $550 علم لي إياها، فميز لك إياها، وبالتالي هو التنسيق الشرطي وهو أول بند من بنود التنسيق الشرطي وهو قواعد تمييز الخلايا. بإمكانك طبعا تميز أصغر من قيمة معينة أو بين قيم معينة، بين قيمتين، أو كل شيء يساوي قيمة معينة، أو النص المتضمن تاريخ متكرر والقيم المتكررة. طيب زملاء، طيب بعد ما أعطيته تمييز، بعد ما حددت مجموعة الخلايا وأعطيته تمييز، طيب لو غيرت أنا تلقائيا وبيدي غيرت قيمة معينة، على سبيل المثال كان مميز لي هالخلية يلي هي E9، هي 600 أكبر من الشرط اللي حطيته وهو أكبر من 550. طيب لو حطيته على سبيل المثال 400 أكيد راح يختل الشرط. طيب لو أعطيته إنتر راح يتغير اللون الأحمر ولا راح يضل باللون الأحمر؟ أكيد اتغير. ليش؟ لأنه اختل قاعدة التمييز. طيب لو غيرت قيمة معينة على سبيل المثال لو حطيتها فوق الشرط اللي حطيناه وهو 550، طيب نحط هاي على سبيل المثال 660 وعطيته إنتر، مباشرة علمناك إياها باللون الأحمر. ليش؟ صارت تتناسب مع الشرط اللي حطيناه بقواعد تمييز الخلايا. طيب زملاء، هاي فيما يخص الأرقام. طيب لو كان عندك سلسلة أو مجموعة من القيم النصية في الخلايا، لو كبرنا الخط شوي، طيب زملاء لو كان عندك سلسلة نصية على سبيل المثال أسماء مناطق معينة، طيب بدي كل خلية من هالخلايا يلي هي أسماء المناطق. أفترض معي أنه هالعمود يحوي أسماء المناطق في جدول ما، في مجموعة من البيانات أو إحصائيات معينة أيا كان. تخيل معي هالجدول يحوي أسماء المناطق. طيب أنا بدي كل خلية تحوي الدانة لازم تعلم لي إياها بلون معين أو تظهر لي إياها بلون مخالف. طيب شو راح نساوي؟ ما دام أنه هالعمود يحوي أسماء مناطق في جدول ما، تحدد على العمود كله وتروح على التنسيق الشرطي وتعطيه قواعد تمييز و
تأتي إلى النص المتضمن. ليش؟ لأن القيم الموجودة عندي فيها الخلايا هاي هي قيم نصية. إما تكتب سرمدة هون أو تضغط على هالمربع اللي فيه مثل السهم يطلب منك تحدد قيمة الخلية، ترجع تضغط على السهم مباشرة وتعطي موافق، فحدد لك كل خلية أو ميز لك كل خلية تحوي سرمدة. طيب زملاء، في عندي شيء اسمه القيم المتكررة. على سبيل المثال، لو طلبت منه يشيل لي كل قيمة من هالقيم فيها تكرار، أحدد على العمود أو أحدد على مجموعة البيانات وأروح على تنسيق شرطي وقواعد التمييز والقيم المتكررة، فميز لك كل قيمة متكررة. ولاحظوا معي زملاء، أعطاك خيارين وهو التكرار ولا الفريد. يا هل ترى بدك تميز القيم المتكررة تكرار، ولا بدك تميز القيم الفريدة أي الغير متكررة؟ طيب راح أطلب منه التكرار والتعبئة باللون الأحمر الفاتح وأعطيه موافق، فكل قيم متكررة علم لي إياها باللون الأحمر الفاتح. لو بدك طيب قيم فريدة، ارجع نفس الخطوات وأعطيه قيم متكررة وفريد، أعطيه موافق. لاحظوا زملاء، لما طلبت منه يميز لي القيم الفريدة ضمن هالسلسلة هاي ما ميز لي إياها. ليش؟ لأنه أنا كنت ضاغط على كل العمود ومعطيه تنسيق شرطي على كامل العمود. فشلون راح ساوي؟ إذا بدي ميز القيم الفريدة، بروح بعد ما حددت على العمود بروح على تنسيق شرطي، وفي شيء عندي اسمه مسح القواعد، فأعطيه مسح القواعد من الخلايا المحددة. وفي خيار آخر من الورقة بأكملها، أنا ما بدي من الورقة، أنا بدي فقط من اللي حددته، فمسح القواعد من الخلايا المحددة، فراح عندك التمييز. إذا كان بدك القيم المتكررة، تروح على تنسيق شرطي بعد ما حددت العمود، ومن قواعد التمييز تروح على القيم المتكررة، تضغط على فريد فميز لك القيم الفريدة. فلاحظوا معي، حتى ميز لك العنوان، العنوان غير متكرر فميز لك إياه بلون أحمر. أطمة وعقربات وكلبيت غير متكررة فميز لك إياها. هاي فيما يخص التمييز زملاء. طيب زملاء، عندي فكرة جديدة وهي أشرطة البيانات والقواعد العليا والسفلى. بإمكانك طبعا تختار أحدث 10 عناصر أو أقدم 10 عناصر، أو القيم اللي فوق متوسط معين أو أقل من متوسط معين، وإمكانك تضيف قواعد إضافية. على سبيل المثال مثل القواعد هاي، تنسيق كافة الخلايا سنادا إلى قيمة، أو تنسيق الخلايا للتحوي فقط على قيمة معينة. وعندي كذلك مجموعة من التنسيقات ممكن نتطرق إليها في الجلسات القادمة إن شاء الله. طيب زملاء، في عندي شيء اسمه مقاييس الألوان أو مجموعة من الأيقونات. شلون راح نشوف هالكلام أو معنات هالكلام؟ طيب زملاء، لو حددت مجموعة هالقيم هاي اللي أعطيتها من شوي قاعدة من قواعد التمييز، طيب بعد التحديد لو رحت على تنسيق شرطي وأعطيته مقاييس الألوان، لاحظوا زملاء، كل ما أمشي على نمط معين يتغير عندي مباشرة على الجدول. شو معنى هالكلام؟ لو وقفت أنا على هالنمط هاي اللي واقف عليه في مؤشر الفارة، لاحظوا معي على الجدول أو على مجموعة البيانات اللي حددتها من شوي، لاحظوا معي أن القيم الكبرى أو القريبة من القيم العظمى أعطاها بلون أحمر، أما بقية القيم متدرجة عن الأحمر إلى أقل القيم وهي على سبيل المثال 300 أعطاها بلون أخضر. ليش؟ لأنه بهالنمط اللي واقف عليه في مؤشر الفارة القيم العليا هي لون أحمر والدنيا أخضر، واللي بيناتهم متدرجات ما بين الأخضر والأحمر. عندك كذلك تدرج ما بين الأزرق والأحمر، أو تدرج ما بين الأصفر والأخضر، وإلى ما هنالك من أنماط المقاييس. هاي فيما يخص مقاييس الألوان. طيب لو تركت التحديد ورحت إلى مجموعة الأيقونات واخترت على سبيل المثال هاي المجموعة أي التوجيهي، لو ضغطت عليه لاحظوا معي زملاء شلون صار التغير على البيانات اللي حددتها من شوي وعطيتها قاعدة من قواعد التمييز. تمام زملاء، عندك عدة أنماط ويميز لك القيم الكبرى بعلامات معينة والقيم الصغرى بعلامات معينة. على سبيل المثال لو اخترت هاي اللي على شكل
التغطية أو شكل إشارة الواي فاي أو إشارة الشبكة. لاحظوا معي أن القيم الكبرى أعطاها مثل إشارة فل، أما القيم الدنيا أعطاها شبه أنه ما في إشارة أو شحطة واحدة. هاي فيما يخص مجموعات الأيقونات أو مقاييس الألوان. تمام زملاء فيما يخص التنسيق الشرطي؟ طيب نتابع زملاء بقية الأفكار في جلستنا لهذا اليوم. تكلمنا طبعا عن التنسيق الشرطي. طيب نشوف فكرة الصيغ والدوال الأساسية. طيب لو أخذنا زملاء نفس المثال السابق وهو معهد الدورات، وعلى سبيل المثال لو طلب منك أنك تحسب المردود لكل مادة، كل مادة ضمن هالأشهر هاي لو طلب منك تحسب المردود وكذلك حساب المردود لكل شهر والقيمة العظمى الإيرادات لمواد المعهد والقيمة الدنيا ومعدل المردود وعدد الدورات. طيب نبدأ واحدة تلو الأخرى. طيب لو أخذنا أول وحدة وهي حساب المردود لكل مادة. طيب زملاء شو معنات حساب المردود لكل مادة؟ يعني المقصود أنه نجمع قيمة الإيرادات للدورة، على سبيل المثال لدورة الكمبيوتر في كل الأشهر، هذا ما يسمى المردود لكل مادة. طيب شلون بدنا نحسب المردود لمادة الكمبيوتر؟ شوفوا زملاء الفكرة كفكرة مبدئية هي أنه لازم أجمع هالإيرادات في كل شهر. ليش؟ لهالمادة هاي. طيب شلون بدي أجمع؟ شلون الجمع بالإكسل؟ الجمع بالإكسل لازم أطلب من الإكسل يجمع لي قيم هالخلايا هاي يلي هي من C إلى F ويضعها في الخلية اللي واقف عليها وهي G7. طيب زملاء معناها الكلام أنه الإكسل لازم يقوم بعملية حسابية، ولحتى يقوم بعملية حسابية لازم فهم إكسل بهالخلية يدخل لي صيغة أو يكون قيمة هالخلية هاي هي صيغة يلي هي مجموع هالخلايا من C إلى F. طيب شلون بدي ادخل صيغة؟ شلون راح ندخل صيغة إلى هالخلية هاي اللي هي G7؟ طيب زملاء أول شيء راح نحاول نوسع هالعمود قليلا مشان الإيضاح. طيب زملاء فيما يخص إدخال الصيغة، أول خطوة لإدخال صيغة إلى أي خلية من خلايا الإكسل، أول خطوة راح لازم تكتب علامة اليساوي، بعد علامة اليساوي تكتب الصيغة الرياضية أو المنطقية اللي بدك إياها. بعد اليساوي بدي فهمه أنه يجمع لي هالخلايا هاي. طيب حدد له أول خلية، شوف شلون علم عليها بالأزرق، كتب لك مباشرة C7 اللي هي اللي حددت له إياها، بعدين راح أعطيه زائد إشارة زائد، بعدين حدد الخلية اللي بعدها، بعدين إشارة زائد، بعدين حدد الخلية اللي بعدها، بعدين إشارة زائد، بعدين الخلية اللي بعدها اللي هي F7. حددت هاي الخلايا اللي بدي إياها، بدي إياها أجمعها، بعد ما خلصت أعطيه إنتر. طيب شوفوا زملاء لما عملت الجمع طلبت منه يجمع لي هالخلايا هاي وحددت له إياها وكتبت له الصيغة بإيدي. طيب لو كان عندي يعني عدد كبير من الأعمدة وعدد كبير من البيانات، يا هل ترى بدي أوقف وأطلب منه يجمع لي كل واحدة وحدد وأكتب زائد، بعدين حدد التالي وأكتب زائد، هذا الشيء متعب. فلذلك إكسل أعطاك مجموعة من الدوال، منها دالة الجمع، وفي دوال بسيطة ودوال معقدة. طيب نمسح. بعد ما حددت الخلية اللي مطلوب تحط فيها مجموع هالسلسلة اللي موجودة على جنبها، شو لازم تساوي؟ بعد التحديد على الخلية نروح على شيء اسمه جمع تلقائي، اضغط عليه على هالسهم، في مجموعة من الدوال، احداها المجموع والمتوسط وعدد الارقام وحد اقصى وادنى دالات اضافية. طيب اضغط على المجموع لانه انا بدي مجموع. بعد ما ضغطت على المجموع لاحظوا زملاء كتب لك يساوي يعني صيغة وكلمة صم اللي هي دالة الجمع، فتح لك قوس وحدد لك الخلايا هاي بشكل تلقائي. ليش؟ شاف انه على يمينه السلسلة من الارقام هي، فخمن انه هي اللي لازم نقوم بجمعها، وعلى اليسار واعلى واسفل ما في سلسلة ارقام، فلذلك مباشرة وتلقائيا حدد لك السلسلة اللي هي على اليمين. طيب
وهي بالفعل انا بدي هي الخلايا هاي اللي يقوم بجمعها. طبعا شوفوا زملاء، بالنسبة للدوال اي دالة، لحتى ادخل دالة بالاكسل باي خلية، اول خطوة لازم اكتب اشارة اليساوي، بعد اليساوي اكتب اسم الدالة وبشكل صحيح، بعدين افتح قوسين، بعد ذلك حط الوسطاء اذا كانت هالدالة هاي تتطلب الوسطاء مثل دالة الجمع يلي بدها لازم تحدد لي اياها الخلايا المطلوب منك تجمعها، يلي هي من C7 الى F7، من C7 الى F7. طيب بعد ما خلصت التحديد اعطيه انتر فجمع لي مجموع هالدورة هاي بكل الاشهر وهو المطلوب. طيب فيما يخص بقية المواد، يا هل ترى لازم اجمع او اعطيه صم بهذا الشكل؟ طبعا اذا حطيت هو صح، بس ولكن الاسرع انك توقف على هالخلية اللي تون شوي جمعت هالسلسلة هاي لأول مادة وهي الكمبيوتر، توقف على الزاوية السفلية وتقوم بسحب مع التعبئة مثل ما تعلمناها من شوي، فهو مباشرة وتلقائيا جمع لك أو نسخ الصيغة إلى بقية الخلايا اللي هي بالأسفل. شوفوا زملاء، بأول خلية اللي هي G7 إيش كانت السلسلة؟ هي من C7 إلى F7. طيب الخلية التالية إيش حط لي إياها؟ C8 F8، من C8 إلى F8. ليش؟ وشلون فهمت تلقائيا أنه لازم يحط C8 F8؟ شوفوا الزملاء، الإكسل لما سحبت لتحت للأسفل حسب التغير وشاف التغير وين كان، يا هل ترى هو على أعمدة ولا على أسطر؟ فهو كان على أسطر. وش قد المقدار؟ المقدار لهون هو سطر واحد، أي زيادة سطر واحد، كان 7 لما زاد سطر واحد إيش كان؟ إيش صار؟ صار 8. فلذلك لما كان عندي C7 لما زود سطر واحد أو قيمة واحدة للأسطر إيش لازم يكون؟ لازم يكون 8، وهكذا بالنسبة لبقية الخلايا. هاي فيما يخص مجموع الإيرادات لكل مادة. طيب السؤال الثاني أو الطالب الثاني أنك تحسب المردود لكل شهر، نفس الكلام زملاء اللي حكيناه في حساب مجموع كل مادة، راح نطبقه على الأعمدة وبالتالي نحسب إيرادات كل شهر. على سبيل المثال كانون الثاني لازم أوقف ضمن خلية خارج البيانات هاي، ولو عنونت هذا السطر من الخلايا بي المجموع لكل شهر، بعد ما وقفت على الخلية أعطيه جمع تلقائي فجمع لك تلقائيا، كتب لك دالة الجمع وهي صم، وتلقائيا عرف السلسلة وفهم السلسلة هي في الأعلى. تو من شوي لما ضغطت هون أعطاني السلسلة في الأيمن، أما هون فإيش أعطاك؟ لا تلقائيا أعطاك للأعلى. طيب نتراجع زملاء، وأوقف على الخلية اللي بالأسفل، أسفل شهر كانون الثاني، وبعدين أروح على جمع تلقائي أضغط عليه فتلقائيا عرف السلسلة وأعطيه إنتر فجمع لي مجموع الإيرادات لكل الدورات في شهر كانون الثاني. طيب نفس الكلام زملاء، في عندي بالزاوية السفلى اليسرى بعد ما تغير الماوس بإمكاني أسحب فيصير عندي سحب مع التعبئة، فأعطاك المجموع لكل شهر وإيرادات الدورات لكل شهر. لو كملت زملاء راح يعطيك مجموع المجاميع، مجموع المجاميع لكل دورة بهذا الشكل. طيب زملاء الطلب اللي بعده، ما هي القيمة العظمى في مواد المعهد؟ طيب زملاء لو وقفت هون ومطلوب منك القيمة العظمى، إما أنك تكتب صيغة وتكتب دالة للقيمة العظمى، أو مباشرة تأتي إلى مجموعة هالدوال البسيطة من ضمنها في حد أقصى، هو مباشرة وتلقائيا حدد لك القيم أو سلسلة القيم بالمجال العلوي لأنه شاف في سلسلة من الأرقام في أعلى هاي الخلية. طيب أنا ما بدي مع 1920 اللي هي مجموعة الشهر، أنا بدي فقط أعلى. طبعا بإمكانك تعطيه لشهر محدد، وبإمكانك تعطيه لكل الإيرادات لكل الأشهر ولكل المواد.
طيب على سبيل المثال لو اخترت له كل المواد وبكل الأشهر ومطلوب حساب القيمة العظمى أعطيه إنتر فكتب لك 840. طبعا بما أنه البيانات عندي قليلة فبإمكاني أتأكد بنفسي، وهو طبعا بالحقيقة جاب لك أكبر وأعظم قيمة ضمن هالبيانات اللي حددت له إياها. طيب زملاء، القيمة الدنيا نفس الكلام اللي حكيناه في القيمة العظمى. بعد ما توقف على الخلية تروح إلى جمع تلقائي، تختار الحد الأدنى. شوفوا زملاء، لما وقفت على الخلية هاي وطلبت منه يكتب لي صيغة وهي الحد الأدنى، ما شاف غير هالخلية تحوي أرقام فعلم عليه مباشرة أنا ما بدي هالخلية، بدي هالسلسلة. أعطيه إنتر يعطيك أقل قيمة في شهر كانون الثاني. طيب إذا كان بدي مثل الماكس، مثل القيمة العظمى، لو كان بدي في كل الأشهر وبكل المواد، طيب ارجع وقف عليه، أوقف على الخلية، أعطيها تنشيط وأروح على شريط الصيغة وأشر على البرامترات أو الدوال أو المجال، اتفعل معي مباشرة حسب اللي حددته في شريط الصيغة. بإمكاني أنقر على أول خلية وحدد مجموع الإيرادات في كل الأشهر ولكل الدورات، أعطي إنتر فجاب لي أقل قيمة أو أقل مردود لدورة وهو 250، وهو في الإنجليزي على سبيل المثال في شهر إشباط. طيب المعدل نفس الكلام زملاء، وقف على الخلية أعطيه جمع تلقائي، أضغط على السهم، في شيء اسمه المتوسط، أعطاك تلقائيا المتوسط للقيمة العظمى والقيمة الدنيا. أنا ما بدي القيمة العظمى والدنيا، المتوسط لها اثنين، أنا بدي ضمن على سبيل المثال كانون الثاني، أو بإمكانك تعطيه ضمن كل الإيرادات لكل الدورات وبكل الأشهر، تعطيه إنتر جاب لك المعدل من الإيرادات لكل الأشهر ولكل المواد. طيب العدد، المقصود زملاء عدد الدورات. شلون راح أعرف عدد الدورات؟ يا هل ترى صحيح البيانات اللي موجودة عندي هي قليلة بإمكاني عدها مباشرة، كل دورة بأي شهر، أي دورة عملت بأي شهر راح يكون لها مردود وقيمة، صح ولا لا؟ فلذلك اللي لها قيمة تعتبر دورة أو لازم تنعد، والفاضية معناها ما في دورة. طيب وقف على هالخلية اللي بجانب العدد، مطلوب مني أحسب العدد، واروح على الدوال البسيطة اللي عندي واختار عدد الأرقام. تلقائيا زملاء علم لك على سلسلة الأرقام اللي موجودة بأقرب سلسلة موجودة لي هالخلية اللي طلبت منه يحط لي فيها صيغة، وهي عدد الأرقام أو عدد الدورات. أنا ما بدي بهالسلسلة هاي، أنا بدي ضمن مجموعة الدورات اللي عملتها وبها الأشهر الأربعة. بعد ما حددت له المجال المطلوب أعطيه إنتر، أعطاني عدد الدورات وهو 19. طيب زملاء، أنا عندي كم مادة؟ عندي 1 2 3 4 5 مواد، وفي 4 أشهر، 5 في 4 20. وبما أنه في شهر شباط ما كان عندي دورة إعداد مدربين فناقص عن 20 دورة واحدة، وبالتالي العدد مزبوط وهو 19. هاي فيما يخص العدد. طبعا لو وقفت على الخلية يلي فيها دالة العدد راح شوف أنه هي count. بعد ما وقفت بالمؤشر في شريط الصيغة على الدالة count، تظهر لك تحت الدالة كاونت وفيها المؤشرات أو الصيغة العامة لها. مجرد ما توقف عليه راح تغير مؤشر الماوس أنه على شكل رابط، تضغط عليه راح يعطيك شرح مفصل للدالة كاونت، وكاتب لك تعمل الدالة كاونت على حساب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام وحساب الأرقام ضمن قائمة من الوسيطات. فإذا الدالة كاونت تحسب لك عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام. هاي زملاء شرح مبسط وسريع لمجموعة الدوال البسيطة الموجودة ضمن تبويب الصفحة الرئيسية، وهي موجودة بعنوان الجمع التلقائي. في دالات إضافية وعديدة وكثيرة زملاء في تبويب صيغ، مثل ما حكينا سابقا في عندي مكتبة كبيرة وضخمة من الدالات، فيها العديد من التبويبات والتخصصات المالي والمنطقي ومعالجة النص وإلى آخره.
ربما نتطرق إليها زملاء في جلسات لاحقة إن شاء الله. طيب زملاء، نتابع أفكار جلستنا لهذا اليوم، وبقي عندي فكرة أخيرة وهي الفرز أو سورتينج. فيما يخص الفرز زملاء، لو أخذنا هالمثال التالي: عندي مجموعة من البيانات الطلاب، وفيها الرقم الجامعي العمود الأول واسم الطالب والقسم اللي هو فيه والسنة ووضع النجاح اللي هو راسب أم ناجح والمعدل. طيب زملاء، مطلوب مني أفرز بيانات الطلاب وفقا للمعدل والترتيب الأبجدي للأسماء. طيب شلون راح أقوم بالفرز حسب الترتيب الأبجدي والمعدل؟ طيب زملاء، أول شغلة وأول خطوة لازم أوقف على هالبيانات أو حدد مجموعة هالبيانات. لو وقفت على أي خلية من خلايا هالبيانات، بعدين ضمن الصفحة الرئيسية أروح على أداة مهمة جدا وهي موجودة مع أداة ثانية وهي الفرز والتصفية. لو نقرت عليها راح يطالع لك مجموعة من الخيارات وهي الفرز من الألف إلى الياء أي ترتيب أبجدي تصاعدي، والفرز من الياء إلى الألف أي ترتيب تنازلي، وعندك فرز مخصص، وفي أداة ثانية وهي التصفية ممكن نأخذها لاحقا. نحن يهمنا الفرز. فيما يخص الفرز، لو ضغطت على حقل أو أي خلية من حقل اسم الطالب، ضغطت على فرز وعطيته فرز من ألف إلى ياء، لو ضغطت عليه، لاحظوا زملاء، لاحظوا على الجدول شلون انفرز معي بالترتيب الأبجدي من الألف إلى الياء. مشان تتأكدوا زملاء، لو عطيته كنترول زد راح قوم بتعليم أحد الأسطر مشان تشوفوا الفرق. على سبيل المثال لو حددت هالسطر وعطيته لون تعبئة خاص، على سبيل المثال بهذا اللون، لون الأصفر. طيب نرجع نعطيه فرز، أوقف على أي خلية ضمن عمود اسم الطالب مشان نقوم بإفرازه أو فرزه تصاعديا، ومن أداة فرز وتصفية أعطيه فرز من الألف إلى الياء. لاحظتوا زملاء، تو من شوية السطر الأصفر كان في منتصف الجدول، انتقل للأعلى حسب الترتيب الأبجدي. هاي فيما يخص الترتيب من الألف إلى الياء. طيب إذا كان بدي من الياء إلى الألف أي ترتيب تنازلي، لو ضغطت عليه رتب لي من وفق الترتيب الأبجدي من الياء إلى الألف تنازلي. طيب زملاء، شلون بدي أفرز؟ بداية وفقا لاسم الطالب وبالدرجة الثانية للمعدل. صار عندي مستويين من الفرز، وليس مستوى واحد مثل ما شفنا من شوي يلي هو حسب اسم الطالب فقط، ترتيب أبجدي وفقا لاسم الطالب. صار عندي مستويين، المستوى الأول وهو اسم الطالب، والمستوى الثاني المعدل. طيب زملاء، لحتى نقوم بهالشيء الفرز وفق مستويين، نروح إلى فرز وتصفية وننقر على فرز مخصص. طيب زملاء، طالع لي هالنافذة ليش؟ لأنه ما حددت بيانات، كنت محدد أو واقف على هالخلية هاي الفاضية، وهذا خطأ، ما راح يعطيني فرز. ليش؟ لأنه ما حددت له أي شيء لحتى يفرزه. فلذلك أحدد على أي خلية ضمن هالبيانات أو هالجدول وأعطيه فرز وتصفية، بعدين فرز مخصص، راح يطالع لي نافذة جديدة وهي نافذة الفرز، فيها عدة أدوات منها إضافة مستوى أي مستوى للفرز. هو بشكل افتراضي حاط لك مستوى واحد، بإمكانك تحذف أو تنسخ في عدة خيارات للفرز. وعلى سبيل المثال بإمكانك تعطيه لتحسس حالة الأحرف إذا كان كبيرة أو صغيرة في الأحرف الإنجليزية، بإمكانك تشيله وهو افتراضيا شايله. وكذلك مثل ما حكينا عندك إما فرز من الأعلى إلى الأسفل أو من اليمين إلى اليسار. طيب زملاء، المستوى الأول حاط لي بشكل افتراضي اسم الطالب، وحاط لك إذا ضغطت على السهم اللي للأسفل يعطيك عدة خيارات وهي عناوين الأعمدة، على سبيل المثال الرقم الجامعي أو اسم الطالب أو القسم. طيب نختار اسم الطالب وهو افتراضي مختار لاسم الطالب، بعدين طالب منك تفرز انت حسب القيم او حسب لون الخلية او حسب لون الخط ولا حسب ايقونة الخلية. انا عندي ما في لون خلية حاليا ولا ايقونة، فلذلك راح افرز وفقا للقيم. عندي
طريقتين للترتيب، يا هل ترى بدك من الألف إلى الياء أو من الياء إلى الألف أو وفقا لقائمة مخصصة. راح أختار من الألف إلى الياء. طيب زملاء، هاي المستوى الأول، بعدين راح أعطيه إضافة مستوى يختار لي أو ينزل لي مستوى فارغ. راح أختار له المستوى الثاني وهو مطلوب مني صراحة وفقا للترتيب، الأول وفقا لبيانات الطلاب يعني أسماء الطلاب، والثاني المعدل، فلذلك راح أختار المعدل، بل معدل راح أختار القيم، بعدين من الأصغر إلى الأكبر أعطيه موافق، راح يقوم بترتيب الطلاب. على سبيل المثال عندي طالب اسمه محمد قرجي، لو عندي اسم آخر بنفس الاسم وهو محمد قرجي، طيب على سبيل المثال يكونوا اسم يعني أولاد عم، على سبيل المثال حطيت برمجيات واخترت السنة الرابعة وكتبت ناجح وحطيت له معدل وهو 60 على سبيل المثال، أما محمد القرجي السابق معدله 79. طيب تعبئة سلسلة. طيب زملاء، بعد ما ضفت اسم جديد راح أرجع عيد الفرز، وقف على الجدول وأعطيه فرز مخصص بشكل افتراضي، حط لي المستويين اللي تو من شوي اخترتهم وأعطيه موافق. لاحظوا معي زملاء، عندي محمد القرجي ومحمد القرجي، لو أعطيتهم بلون تعبئة خاص على سبيل المثال هاللون، لاحظوا معي محمد القرجي ومحمد القرجي. طيب أي بالأول بدي أحطه بالأعلى وأي بدي أحطه بالأسفل وفقا للترتيب؟ أنا طلبت منه الترتيب المستوى الأول وهو وفق الأسماء، أما المستوى الثاني راح يكون وفق المعدل. بما أنه محمد القرجي هاد اللي صاحب الرقم 1582 معدله 60 والآخر معدله 79، فراح يحط لي صاحب الرقم 82 بالأعلى وصاحب الرقم 80 بالأسفل، أي هاي الترتيب رتب بعد الأبجدي، رتب وفق المعدل وبشكل تصاعدي. هاي فيما يخص الفرز وفق مستويين. طيب زملاء، عندي فكرة جديدة وهي الفرز وفقا للون. تخيلوا معي لو عندي مجموعة هالبيانات أو هالجدول يحوي التاريخ والعمر والقسيمة وطريقة الدفع وفي المنطقة والسعر والوحدات والمبيعات، في حقل أو في عمود التاريخ محدد لي على سبيل المثال، أفترض أني عملت قاعدة تمييز وعلم لي باللون الأحمر والأصفر مجموعة من التواريخ، طيب وطلب مني فرز، طلب مني فرز وفقا للون. طيب يا هل ترى شلون بدي أفرز حسب لون هالخلية أو هالتاريخ؟ على سبيل المثال لو بدي اللون الأحمر، لو طلب مني كل شيء معلم باللون الأحمر خلي لي يكون بالأعلى بعدين أطبع لي على سبيل المثال. طيب أوقف كما قلنا، نوقف أو نحدد أي خلية ضمن هالبيانات أو هالجدول، بعدين نروح إلى فرز وأعطيه فرز مخصص بشكل افتراضي، مو مختار لك ولا عمود، تحدد العمود اللي بدك إياه على سبيل المثال التاريخ، بعدين فرز وفقا للون الخلية. ليش؟ لأنه عندي ضمن حقل أو ضمن عمود التاريخ في عندي ألوان، بعدين أعطيه اختار اللون. ليش؟ لأني طلبت منه يفرز لي حسب لون الخلية، فلذلك راح أعطيه اللون على سبيل المثال أعطيته الأحمر. ويسألك يا هل ترى بدك إياه بالأعلى الأحمر ولا بالأسفل؟ إذا حطيته بالأسفل كل سجل فيه التاريخ معلم بالأحمر راح ينزل للأسفل، وإذا حطيت الأعلى كل سجل محدد معلم التاريخ فيه بالأحمر راح يطلع للأعلى. طيب لو اخترت الأعلى بعدين ضغطت موافق، فرتب لي سجلات كل تاريخ معلم أو كل خلية لونها أحمر حط لي إياها في الأعلى. هاي فيما يخص الفرز وفقا للون الخلية. طيب زملاء سؤال، لو لاحظتم معي كل خلية باللون الأحمر في عندي ترتيب عشوائي، طيب أنا بدي بعد الترتيب باللون الأحمر بدي ترتيب تصاعدي على سبيل المثال، فلذلك شو راح يشتغل هالشيء؟ راح يشتغل هالشيء بعد ما أوقف على مجموعة هالبيانات أو الجدول، أعطيه فرز وفرز مخصص، أول مستوى وفقا للون الخلية واختاره الأحمر. الخطوة الثانية أن يضيف مستوى وأعطيه وفقا للتاريخ كذلك، واختار القيم أو قيم الخلية
بما أنه تاريخ أعطاني خيارين، إما من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم أو قائمة مخصصة. طيب لو اخترت من الأقدم إلى الأحدث بعدين أعطيه موافق، فلاحظوا معي زملاء، بداية رتب كل شيء باللون الأحمر حطه بالأعلى. الخطوة الثانية اللي باللون الأحمر رتب لي من الأقدم إلى الأحدث. شلون يعني؟ في عندي زملاء هاي التاريخ 5/1/10 يعني 2010، بعدين عندك 15/1/2010، 22/1/2010 وهكذا. فرتب لك كل شيء باللون الأحمر ترتيب تصاعدي من الأقدم إلى الأحدث. هاي زملاء فيما يخص الفرز وفق اللون الخلية أو وفقا للترتيب التصاعدي أو التنازلي. ملاحظة زملاء، أداة الفرز والتصفيه هي موجودة كما قلنا في تبويب الصفحة الرئيسية، هي كذلك موجودة ضمن تبويب البيانات ضمن فرز وتصفيه. ها هي زملاء، وهي نفس السابقة، إذا ضغطت على الفرز راح يطالع لك نافذة الفرز، وإذا ضغطت على هالأداة هي نفس اللي كانت موجودة من شوي، فرز تصاعدي من الـ A إلى من الألف إلى الياء أو من الـ A إلى Z أو تنازلي من الزد إلى الألف أو من الياء إلى الألف. هاي فيما يخص زملاء الفرز. وهيك زملاء نكون وصلنا لنهاية جلستنا لهذا اليوم. طبعا نذكر الأفكار اللي أخذناها ضمن جلستنا لهذا اليوم، تعرفنا على الواجهة الرئيسية لبرنامج الإكسل، وأخذنا مفاهيم أساسية فيها مثل الخلايا وأوراق العمل وأنماط الخلايا وأنواع البيانات، وتعرفنا على التعبئة التلقائية، وكذلك تعرفنا وشفنا التنسيق الشرطي، وتعرفنا على بعض الدوال والصيغ الأساسية، وتعلمنا تقنية الفرز. هيك نكون زملاء أنهينا جلستنا لهذا اليوم. أتمنى زملاء أن تكونوا استفدتوا من أفكار جلستنا لي، وكذلك أتمنى أن تطبقوها مباشرة على الأجهزة من أجل زيادة الترسيخ في الأذهان. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.